اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من برنامج الوسع. ما نكرر حباب فاصل قصير وفقره فيس تو فيس، خليكم ويانا لا حد يروح بعيد. اهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام في فقره فيس تو فيس، حيث الاخبار والمواضيع والاحداث والترندات المحليه والعربيه والعالميه اللي دائما ما تكون موجوده في برنامجنا برنامج الوسع. موضوعنا الاول والترند الاول في حلقتنا لهذا اليوم هو موضوع دائما ما نتحدث بي، خصوصا يعني في فصل الصيف اللي هو قادم الى العراقيين، هذا الفصل اللي بدرجات الحراره يعني مرتفعه الى حد كبير جدا. يعني الصيف بالعراق كارثه يا جماعه الخير، مين ما تجيبها مين ما توديها ما ينقحهم من الحرب. المهم موضوعنا شنو؟ وزاره التخطيط مسوي احصائيه عن عدد المولدات الأهلية في العراق وعدد المنازل اللي مشتركين بخطوط من المولدات الأهلية. الناس قبل لا أقول لكم الإحصائية ايش قد وهاي الأمور، الناس ايش قالوا لهم؟ قالوا لهم يابا إذا هالقد عدد مشتركين ويعطون فلوس، ليش ما تصير أصلا من الدولة تدعم هذا الموضوع بكهرباء ويكون افضل من ما تصير مولدات اهليه ونزلت الجوزه وراحت الجوزه وما عادت الجوزه ويا معود ويخابره ويتاخر شهر وما ادري شنو يومين وما دافع. فالموضوع بنوع من المنطقيه، لذلك صار ترند والناس قامت تحكي به. ايش قد عدد المولدات؟ 49 الف مولده اهليه موجوده في البلد. ايش قد عدد المشتركين؟ 7 مليون مشترك، اي بمعنى 7 مليون عائله، 7 مليون منزل. هيك نحسبها، ما نحسبها واحد مشترك وما حد مشترك الواحده، لا بيت يعتبر بيت شقه. كم عدد المشتركين؟ 7 مليون مشترك، رقم كبير جدا وعدد يفوق الخيال. 49 ألف مولدة أهلية موجودة في بغداد، إضافة إلى المولدات اللي تصير مثلا بالمستشفيات بالدوائر، هذا ما محسوبات. فانت احكي لي الجو ايش راح يصير بيه من دخان؟ العراقي شنو يستنشق؟ شنو يستنشق العراقي؟ هذا العدد الكبير اللي هو عدد المولدات اللي موجودة. خلينا نشوف الموضوع وتفاصيله وأيضا ردود أفعال الناس ماذا كانت حول هذا الموضوع. وزارة التخطيط 49 ألف مولدة كهرباء أهلية في العراق ونحو 7 ملايين مشترك. يا إلهي إنه عددا ضخم كبير. أحمد المجيد يقول 7 مليون مشترك، خلينا نفرض كل مشترك يدفع 50 دولار بالشهر، يصير المجموع 350 مليون دولار، يعني نقدر ننصب محطات عملاقة ونضمن كهرباء 24 ساعة. انت حسبت 350 مليون دولار بالشهر، خلينا نحسبها حاسبة ورقة وقلم، كل شيء بالحاسبة. 350 في 12 يساوي يا ابويا عدد، هذا العدد اللي صار 4200، اي بمعنى 4 مليار دولار و200 مليون، 4 مليار دولار و200 مليون، هذا هو العدد لو فرضنا انه العراقيين مشتركين ب 50 دولار بالشهر. هل قد يكون العدد 4 مليار بالسنه؟ 4 مليار و200 مليون دولار بالسنه لو على 50 دولار الاشتراك الواحد، يعني صدق ننصب محطات عملاقة، يعني بالسنة ننصب لنا محطة محطتين ثلاث محطات، مشكلة. يقول آدم وين وزارة التخطيط؟ يلا خلي تلغي المولدات وينطون مهرباء، أي بمعنى كهرباء، الكهرباء صارت مهرباء مثل ما تشوفون انتم، يعني
للمواطنين بشكل مستمر مو أحسن، كاتبها أحسن يعني، من ننطي لبة لبة يعني لبو كاتبها لبة المولد كهرباء يتلاعب بنصير العالم، بنصير يعني أي بمعنى بمصير العالم، وجاي الصيف شنو هو كاتب هيك شنو يعني مو شنو السوى بالمهرباء، وينهم سنة ورا سنة نفس الوضع وأسوأ. هذا تعليق من آدم. زين نحسب هسه احنا شنو وزارة التخطيط تحسب عدد المولدات، انا احسب عدد الاخطاء الاملائية. زين انا اريد احسبهن، واحد مهرباء، اثنين احسن يعني احسن، ثلاثة لابة وغيرها يمكن خمسة. زين وبالمناسبة يعني بعيدا عن هذا التعليق، انا عندي معلومة انه وزارة الكهرباء صرفة مليارات من 2003 لحد هسه، يمكن اكثر من 82 مليار دولار على هذا الموضوع، موضوع الكهرباء. زين احنا بهيجي عدد من بهيجي مبلغ كبير وضخم اكثر من 3 او 82 مليار دولار يعني ضخم. زين احنا نتامل خير، نقول يعني بالمستقبل هسه الدوله والحكومه العراقيه صارت تتعاقد ويا شركات عالميه مثل شركه سيمنز، احنا نتامل خير انه الكهرباء للشعب العراقي وللمواطنين تكون افضل واحسن، لانه مثل ما تعرفون الصيف بالعراق ما حد يقدر يتحمله بدون كهرباء، بدون تبريد او مبرده او سبلت ما حد يقدر يتحمل، لان ما شاء الله صيفنا 50 درجه مئويه، نصف درجه الغليان هي درجات الحراره بالعراق. نتامل خير من وزاره الكهرباء وايضا مجلس الوزراء انه يسوي هذا الموضوع للعراقيين، موضوع الكهرباء. تعليق من ابو احمد يقول تبقى الكهرباء على وضعها السيء للابد لان الحكومه ليست جاده بتوفيرها للناس. يا ابو احمد تعاقدت الحكومه بالفعل مع شركه سيمنز الالمانيه، وان شاء الله تكون الكهرباء افضل وافضل، وانا اعتقد انه هذا الصيف راح يكون هو افضل من باقي فصول السنه او باقي الايام اللي مرت علينا، يعني انا اعتقد يكون افضل من حيث الكهرباء. موضوع ابو الغيره العاني يقول لو مسوين محطات حكوميه او شركات مخصصه افضل، خطها ذهبي مستمر يعني بدون انقطاع مثل خط المولد الذهبي، يعني كل بيت يدفع 100,000 دينار على مود 6 امبير في الشتاء و4 امبيرات في الصيف من اشتراككم في خط المولد. لو تسوون محطات كهربائيه حكوميه او تعطوها استثمار مثل ما حدث في مناطق اليرموك والجامعه والحارثيه وبس مايا يكون افضل، لانها راح تكون اقل تكلفه من سعر الاشتراك في المولد، لكن راح يصير عندنا في العراق مجموعه كبيره من العاطلين عن العمل كون هذه المجموعه مصدر رزقها وعملهم في المولدات. يعني 49,000 مولده يعني 49,000 شخص. زين يعني هالقد، بس انا اريد اسال يعني ايش قد نسبة المواطنين اللي يدفعون الجباية مال الكهرباء؟ هسه انت تقول خلينا نطيل الحكومة، ايش قد النسبة؟ يعني انت تخيلها، عمي ترى اغلب الناس ما يدفعون الكهرباء، تبقى تتراكم عليهم، مني يبيع بيته راح يجي ابو شو اسمه يتفق هو والشاري، زين يتفق الفلوس هنا له هنا. زين واحنا لازم ننبه الناس، صارت انذارات بهذا الموضوع ممكن تنقطع الكهرباء، وترى هي الكهرباء هسه في اغلب المناطق بعيدا عن الخصخصه اللي صارت في مناطق معينه، بالمناطق العاديه مرات يجينا الوصل للبيت 7,000 دينار، مرات 13,000 دينار، مرات 10,000 دينار، ما يعبر 20,000 15,000 ابدا، فانت تدفعها يكون افضل. فهذا الموضوع هم يعني وبالنهايه ابو الجبايه اللي يجي لا حد يتحرك وياه، ولا حد يقول له هذا شنو، هو ما له علاقه ترى، شوف شو عده وصل حطك ما له علاقه، فلا حد يقول له ليش هالقد علي وليش ما ادري، تريد تروح راجع الكهرباء. اخر تعليق من نوره تقول قصدكم 7 ملايين عائله، انتبهوا اكو فرق. لعد انا صار لي ساعه شحكي يا نور، يا نوره انا صار لي ساعه شحكي واقول 7 ملايين منزل، 7 مليون عائله، 7 شنو يا نورة؟ شنو؟ على العموم هذا كان موضوعنا الأول، موضوعنا الثاني في فقرة فيس تو فيس هو موضوع التفحيط
والإزعاج وصوت الصالنصات اللي هو هاي يسوها اكزوز رياضي ما ادري شو يسموه، لويزر في الصالنصه مال سيارته لو مال دراجته زين، ويسوي صوتها عالي بحيث من يفوت من يمك تدعي علي هيك تدعي علي. شنو صار؟ المرور تقول سنحتجز اي مركبه تصدر اصوات عاليه بواسطة المضخم أو ثقب الصالنصة. وأخيرا راح نخلص احنا منين؟ راح نخلص من أصحاب السيارات الرياضية الصوتها عالي، صوتها كلش عالي يعني بحيث ما يراعون مرات بالمناطق السكنية ممكن أكو ناس مرضى أطفال يخافون من الصوت، واحد قاعد بامان الله نايم ما ابد. المشكله انا شاطلب من المرور العامه مو فقط السيارات، الدراجات الناريه ايضا بيها صوت رهيب وكارثي، هم يزرفون الصالنصه لو يخلي لها ما ادري شنو هذا هيك بلي ورا يشده يضخم الصوت. عكس مثلا اكو مرات يخلون كاتم للصالنصه، هي صوتها عالي يخلون كاتم، بس اكو لا اكو يزرفها للصالنصه حتى الصوت يصير ما انزل الله به من سلطان. هذا هو اللي جاي يصير حاليا بالبلد لاغلب الشباب يعني بسياراتهم وهم هاي قادرين علينا. خلينا نشوف الموضوع تفاصيله وايضا ردود أفعال الناس حول هذا الموضوع. يقول المرور سنحتجز أي مركبة تصدر أصوات عالية بواسطة المضخ أو ثقب الصالنصة. نشوف تعليقات المواطنين. ميلاد يقول أبو المرور ما يشوف الستوتات ولا الدراجات ولا التوك توك اللي يجون عكس السير او يضربون الاشاره او يطفرون قدام مني حرك السير او مني يكسرون زايد، بس يشوف اللي ملابس حزام امان واللي يضرب الاشاره اذا كان صاعد سياره. القوانين لا تجزأ او تطبق على الكل، او اعترفوا انتو مو قدها. ثانيا ايرادات من وراء المرور مليارات، شارع ماكو جديد، جسر ماكو، الشوارع اغلبها محفرة، ماكو اي تصليح. انا راح اجاوبك نيابة عن المرور. نبدي من الاخير، المليارات اللي تدخل للمرور، انت خوب قول خلي نخلي ميزانية المرور ذاتية من هاي الامور، بس هم لا شغلهم يسوون شارع ولا يبنون جسر، هذا شغل غير ناس يعني وزارة التخطيط والبلدية وغيرها من الأمور وأمانة بغداد وغيرها من يعني بالمحافظات والمحافظات نفسها. أعتقد مو هذا شغل المرور. المرور يوجه إنه يابا هذا الشارع بحفرة، يابا هذا الشارع يراد لتوسعة هذا الشارع ويجون غير الناس ينفذون. بس إحنا ممكن نستحدث هي شيء نخلي يعني فد قرار أو قانون من مجلس الوزراء إنه المرور العامة عن طريق وزارة الداخلية، ان المرور العامة خل هذا الموضوع يصير استثماري. موضوع اللي جاي تجي الفلوس مثل من الغرامات وغيرها وهذا والطرق والجسور، ما انا بخوب انا اجيب شركات وخليهم هم يصلحون ويعمرون يوسعون الشوارع يكون افضل. هيك المفروض يكون الرجاء او الطلب او الفكرة. أما موضوع الدراجات والتوك توك والستوتات اللي تجي عكس السير وبالرون سايد وتكسر على واحد، والله يا أخوي مرات تتباوع تقول أبو المرور مسكين همين يعني شي يريد يسوي إذا هو واقف بتقاطع وبيب فد 200 توك توك واقف يحاقب واحد اثنين لازم قرار حازم منع دخول. أسرح البعض يقول لي أرزاق ناس وما أدري شنو، ما رخصة الواحد يسوق تيك توك إذا ما كان عمره بالغ وإذا ما كان
يلتزم بالإشارات المرورية وبكل المواضيع وعكس السير وهالأمور، ما أنطي رخصة. وإذا أشوف واحد يمشي أسحب الرخصة من عنده. لازم يكون أكو توسعة أو استحداث لعدد من المنتسبين أو لجنة أو فد شيء خاص بالدراجات والتكاتك. معطول بالبلد هن، فلازم نستحدث لهن فد شيء أو قانون خاص، مو فقط على السيارات. وانتو جاي تشوفون يعني بالتقاطعات خاصة بالمناطق الشعبية، كم تك تك بتك تك، السايد واقف يجي بدراجة وبتك تك يعبر ويروح، ومن يندعم يا ابوي يا بشي خلصنا. لاكو قانون. مرة صارت بالعمارة، المحافظة الأصيلة بالعمارة، صار قانون بين العشائر، ابو الدراجة ضارب مضروب، ما حد لا ياخذ فصل ولا شيء، هو يتحمل ابو الدراجه، سواء واحد يضربه او هو يضرب واحد. ليش؟ لان العالم ملت، يجي بسيارته يجي عليه ابو دراجه يندعم بيه لو يكسره لو يضربه لو هذا، وتعال هذا يبتلي بيه. صار قانون بين العشائر، احنا نشجع على هذا الشيء عشائرنا الكريمه الطيبه. وايضا نريد القانون ياخذ مجراه بهيك امور. فالمهم صارت يابا بالعمارة أبو الدراجة ضارب مضروب وهو يتحمل الصوت. والله عم عاشت ديكم، خلصتوا الناس من هم، لأن مرات أكو ناس تجي يتزارق بين السيارات يندعم يتورط أبو السيارة، وأبو السيارة ما إلى صوت ولا إلى ذنب يتورط. لو مثلا فتح سايد السيارات إجا أبو الدراجة، مثلا لو سيارة لا والله الأولوية المن اللي مفتوح للسايد فيتعاقب هذا، بس لا بالدراجة ماكو أولوية وما أدري شنو هذا. فهي العشائر الكريمة الأصلاء سووا هيك قانون وسنين بيناتهم، يجب على الدولة أيضا أن تتخذ هيك قرار. رنا تقول وأن الماطورات اللي يزعجون العالم تالي الليل هم مشمولين. أي أهل الماطورات الدراجات أنا أشوفهم مرات يزروا في الصالنصة صرصو صوت ماكو شو نقول ايش نحكي. كرار يقول يا ريت بطريقكم بشوف الناس كلها على الدراجات، كل الناس على الدراجات تحكي يا ريت طريقكم الدراجات كذلك، والاهم يكون يطبق فعلا مو بس كلام، لان الموضوع عباره عن قلة ذوق واستهتار خصوصا بداخل الأحياء السكنية. أما سيف يقول المفروض حجز أو أشحط صاحبه بالشارع قدام الناس، ضروري يطبقون هذا القرار وبسرعة. سيد أحمد يقول أفضل قرار، وإن شاء الله يوم لأهل الدراجات اللي مسوين ثقب بالصالنصة. هذا كان آخر تعليق بخصوص موضوعنا الثاني اللي هو موضوع السيارات اللي تطلع صوت واللي بيها قزوز رياضي أو ثقب بالصالنصة، انه راح يتم احتجاز المركبات بالمستقبل بقرار من المرور العامة. موضوعنا الثالث والاخير في فقرة فيس تو فيس، انا متقصد خليته ثالث موضوع اخر موضوع بهذه الفقرة حتى نحكي بيه براحتنا. مبروك للعراق ولابطال العراق وشباب العراق من لاعبين وكادر تدريبي واداريين وطبيين وايضا اعلاميين مرافقين للوفد، وفد منتخبنا الشبابي في أوزبكستان بالصورة اللي ظهر أمامكم، اللي حقق الإنجاز، حقق إنجاز يحسب للجميع بعد تأهله إلى نهائي القارة، نهائي كأس آسيا للشباب. منتخبنا الشبابي بعد ما تغلب على منتخبات كبيرة وضخمة ولها ثقلها بالقارة، في المنتخب الإيراني والمنتخب الياباني، وأيضا راح يلاقي أوزبكستان بالنهائي صاحب الأرض والجمهور بملعب مليان جمهور أوزبكي. منتخبنا الشباب الأبطال اللي قدروا يرسمون ويزرعون الفرحة والبسمة على محيى العراقيين. شكرا للاتحاد العراقي لكرة القدم لأنه اعتنى بهذا المنتخب، شكرا للكابتن عدنان درجال، شكرا لعماد محمد اللي عرف شلون يسوي توليفه، شكرا للاعبين الابطال اللي حسوا وشعروا بالمسؤوليه
اليوم مباراة العراق واليابان أول مرة بحياتي أشوف مباراة إحنا واليابان وأقول هم اليابان لو إحنا شو إحنا جاي نلعب أحسن من عندهم، كرة بالأرض باصات. اليوم إحنا من نحكي ونقول المنتخب في تطور، هذا شيء ملموس. يعني مباراتنا يوم أمس مع المنتخب الياباني اللي تأهلنا من خلالها للنهائي، اليابان كانت على فترات فقط تاخذ المباراة، يعني نهاية الأشواط آخر خمس دقائق بعد ما يتعبون يجهدون اللاعبين، بينما احنا لعبنا 120 دقيقة ما عدا الأوقات الإضافية اللي صارت ويا كل شوط دقيقتين ثلاثة دقيقتين ثلاثة. منتخبنا قدم أداء وقدر يحرج المنتخب الياباني وقبلها المنتخب الإيراني، منتخبات قوية لا تقلها بالقارة. منتخبنا قدر من العدم من الصفر وصلنا مرحلة بسبب اللي كان يحدث من تزوير ما تزوير، فالمنتخبات أغلب المنتخبات هيكلت، شكلت منتخبات جديدة بأعمار يعني ربما خالية من التزوير، حتى إذا كان بها اسم اسمين بس مو أربع سنين وخمسة، لا يجوز سنة سنتين، منتخبات خالية من التزوير. قدرنا إنه نقارن نقدم أداء أمام المنتخب الياباني، تأهلنا إلى النهائي وقبل إحنا متأهلين إلى كأس العالم. كأس العالم إحنا نلعب كأس العالم، نقول إحنا شكرا لكل من ساهم، وهو هذا هاي صناعة الجيل، هاي بناء المنتخبات يراد لها صبر. 48 مباراة ودية، 12 معسكر تدريبي خلال سنتين، مليارين انصرف على هذا المنتخب، هيك تصير. يعني احنا اليوم نفكر منتخب الناشئين هم مصرف عليه مليارين وهمين بهالقد معسكره، وهيك يصير البناء ويراد صبر. تدرون احنا تأهلنا الى نهائيات آسيا بالشافعات تأهلنا، اخر شيء مع استراليا خسرانين واحد، اذا يقولون ثاني ما نتأهل. بس شنو كنا في طور الاعداد، وصلنا للبطولة الاداء صار تصاعدي، مباراة على مباراة الاداء صار تصاعدي، الحمد لله وقدرنا نتأهل الى النهائي. المهم خلينا نشوف الموضوع والتفاصيل وكل ما حدث. يوث الرافدين الى النهائي، هذا هو المنتخب البطل، المنتخب العراقي اللي سوى انجازات. طبعا المباراة انتهت بالتعادل الايجابي بهدفين، طبعا احنا نتقدم اليابان تعادل، احنا نتقدم اليابان تعادل، مو هم يتقدمون احنا لا، احنا نتقدم بالبداية ونلعب اداء ممتاز. انتهت بركلات الترجيح 5-3، البطل الحارس حسين حسن ايضا رد ابعد ركلة جزاء لظاهرين بالصورة اللاعبين قابيل وجاسم. مان اوف ذا ماتش علي جاسم حودي، البطل اللي قدم اداء في هذه البطولة، فعلا مثل هيك موهبة لازم احنا نحافظ عليها. ايضا تدخل في 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 خانة انه احنا شلون نبني، شلون نصنع لاعب صغير في العمر ادى هذا الاداء المبهر مع المنتخب، منتخبنا للشباب. اليوم حودي علي جاسم اليوم لازم يفكر بالاحتراف بأرض الاتحاد العراقي، لازم يفكر مثل هيك مواهب شلون انا انميها واوصلها الى مكانه بحيث تفيد منتخبنا الوطني بالمستقبل. هذه الموهبه يجب الاهتمام بها، موهبه علي جاسم اللي كان مع اخوته اللاعبين قدموا اداء مبهر بصراحه. ايضا عندنا بالمؤتمر الصحفي ايضا حودي، و هذه المباراة النهائية راح تكون ان شاء الله يوم السبت الساعة 5 استاد ملي في اوزبكستان بين العراق واوزبكستان، يوم السبت الساعة 5 18-3 يوم السبت الساعة 5 المباراة النهائية ان شاء الله راح تكون في نهائي القارة. عماد محمد ايضا من المؤتمر الصحفي يقول عبر عن بالغ سروره بالانتقال الى نهائي بطولة كأس آسيا،
وايضا بارك للشعب العراقي الفوز، وقال من واجبنا دائما انه نجعلهم سعداء. كما اشكر جميع من عمل معي من جهاز فني واعلامي واداري وطبي وكل من قدم لنا الدعم، كما قدم الشكر والاعجاب بالمنتخب الياباني. فمن باب الانصاف ان اشيد بقدرات هذا المنتخب كما اشيد بمنتخبنا الذي قدم مباراة تاريخية. وان مدرب وين وصلنا، مباراة تاريخية، وان مدرب المنتخب الياباني قاد المباراة بشكل جيد. كما ابارك لمنتخبنا وكما طالبت سابقا بالصبر على المنتخب، فالفئات العمرية تحتاج للكثير من العمل. تعرضت الى كثير من الانتقادات وجميعها محترمة بغض النظر عن الوصول للمباراة النهائية، فما زلنا في البطولة. البطولة صعبة، المنتخب القادم من أوزبكستان أو كوريا، طبعا هي من حسمة أوزبكستان، والمؤكد سيكون بجودة المنتخب الياباني. وأيضا قال لنا جميع المباريات اعتمدت على اللاعب الأساسي، يعني جميع المباريات اعتمدوا على اللاعبين الأساسيين بل اللاعبين البدلاء أيضا، والدليل دخول لاعب في الدقيقة 118 وسدد التسديدة الأولى من الركلات من داخل في الشوط الثاني. وحول التهنئة اللي قدمها رئيس الوزراء كما نقلها أحد الصحفيين أثناء المؤتمر الصحفي، شكر مدرب المنتخب عماد محمد رئيس مجلس الوزراء، وتمنى أن يحظى المنتخب بالدعم الحكومي كما حصل مع المنتخبات الأخرى. هؤلاء الأبطال يستحقون الدعم المادي والدعم الحكومي كونهم تأهلوا إلى كأس نهاية كأس آسيا. أيضا أفضل لاعب في المباراة حسب الاتحاد الآسيوي علي جاسم عبر عن فرحته الغامرة بالفوز والتأهل، وقدم شكرا لجميع من دعم المنتخب وخصوصا جهاز تدريبه والإدارة والإعلام واللاعبين، وأيضا للجمهور العراقي عن دعم هذا المنتخب. وقال أنه اختياري للأفضل لمباراتين هو نتاج الأداء الجماعي وليس بجهد شخصي فقط. هنا أنت تبين ثقافة هذا اللاعب، أنه ما قال بس أنا، لا، قال المجموعة هي ساعدتني على أنه أنا أقدم هذا الأداء الجيد. وذلك بعد أن طبقنا الواجبات التي أناطها المدرب لنا، وقال أن طموحنا كان التأهل للنهائي وبالفعل نجحنا بذلك، والآن نفكر بإحراز اللقب. هذا الكلام من المؤتمر الصحفي. أيضا رئيس اتحاد الكرة عدنان درجال بارك وهنئ نيابة عن أسرة الاتحاد، ووعد رئيس الاتحاد هذا الإنجاز اللي حققه اليوث الرافدين بالفوز الرائع على اليابان بأنه تحقق بفضل الإصرار على صناعة الفرحة. وايضا اتمنى تحقيق اللقب القاري من اوزبكستان ليكون ابسط هديه يقدمها المنتخب الى الوطن الحبيب. وايضا قدم شكرا للشعب العراقي والجمهور الوفي لدعم المنتخب. ايضا هذا رئيس اتحاد الكره الكابتن عدنان درجال. ايضا عندنا هذه الصور من ارضيه الملعب بعد انتهاء المباراه، كل الكادر واللاعبين وفرحتهم والابتسامه اللي ظاهره على وجوههم. إن لازم نقدم لهم الدعم لأن ذول الأبطال يستحقون. أيضا اتحاد الكرة بعد ما كرمهم بالمباراة السابقة بمبلغ $5,000 لجميع أعضاء الوفد، أيضا قرر تكريمهم بمبلغ $5,000 لكل فرد في البعثة بعد الفوز على اليابان والتأهل إلى نهائيات آسيا. شكرا للاتحاد، عاشديكم، خطوة حلوة ممتازة، كرمتوهم بالمباراة السابقة وأيضا كرمتوهم بهذه المباراة، وإن شاء الله بالنهاية إذا أخذوا اللقب يكون تكريمهم مضاعف، ونطالب إحنا بتكريمهم من الجهات العليا أيضا مو فقط المنتخب الوطني. كلكم أظهرتوا بعد ما نال منتخبنا الوطني لقب بطولة الخليج، كلكم أظهرتوا الدعم والتكريمات والاستضافات. اليوم أيضا دول اللاعبين الأبطال وجميع من في الكادر يستحقون الدعم والمكافآت وقطع الأراضي والسيارات وكل شيء. تركوا شغلة معينة، اللاعب من يروح المنتخب ماكو فلوس، يلعب للوطن، للشعار، للعلم، ما يفكر بفلوس ولا المنتخب يطلع رواتب، بس من يفوز لازم يكافئه، من يفوز وينتصر ويفرح الشعب العراقي لازم يكافئه. هنا هذا الموضوع أتمنى أنه يحدث. نجي لتعليقات المواطنين بعد الفرحة وبعد ما تأهلنا إلى النهائي.
يقول السيد زيد: ألف مبروك حبايبي منتخبنا وشبابنا العراق، تستاهلون أبطال نهائي كأس آسيا وإن شاء الله اللقب عراقي، الله يوفقكم. أما ضرغام يقول: رحمة على روح أهلك، ليش وقت نظل هيك لعبة العراق ومصيرية ونشوفها بالفيس وكل شوية تتقطع، مو عيب. كابتن عدنان درجال: ليش هيجي، سوى قناة رياضية وخلي نشوفها عدل، إذا العراق ما عنده فلوس يشتري لعبة. حبيبي ضرغام، بعد ماكو شيء اسمه أنه أنت تباوع مباراة مجانا، يعني لا يسأل الاتحاد العراقي ولا كرة القدم أصبحت منصات رقمية وتطبيقات وأيضا تشفير بسبب عائديتها، بس القناة اللي جاي تنقل المباريات تقدر تشترك فيها بالستلايت، الاشتراك اليوم 5000، الاشتراك الشهري أعتقد 25 أو 30 ألف، تقدر تشترك فيها وتشوف، وأيضا تقدر تروح للمقهى أو مطعم تقدر تشوف المباراة. بعد ما كنا أنت تقدر تشوفها بالبيت وهاي الأمور، لأن مثل ما تعرف صارت فلوس، يعني لا يسأل لا عدنان درجال ولا العراقي، يعني حتى لو قناة محلية رادت تشتري المباراة وتنقلها ما تنقلها على يعني على الستلايت العادي، لازم مشفر على غير قمر، يعني مو على نيلسات. فهذا الموضوع لازم تخلي ببالك، يعني ما يسألون بقرار من الاتحادات يعني الآسيوي أو العالمي أو فيفا، وهذا إنه المباريات تشفر خاصة بالبطولات الكبيرة. لطيف يقول: عندما تزيح كل من إيران واليابان لابد من تحقيق هذا اللقب الآسيوي. شكرا عماد، وعدت بجيل شبابي قوي وفيت بوعدك. عبد الجبار يقول: المشكلة منتخب الناشئين والشباب يسوون إنجاز دائما، بس سبحان الله بس يصعدون للأول يرجع مستواهم، والسبب بعدم تنمية هذه المواهب وعدم الاستمرارية بدعمهم وإفادهم لمعسكرات خارجية وأيضا مباريات قوية. لازم هيك مواهب اليوم احنا ندعمهم ونواصل وياهم العمل، يعني ما نتركه اخذ البطولة وهذا والله بعد نتركه، لا، اواصل وياه، اطلعه بمعسكرات بأوروبا، خليه يحتك بهاي حتى يتطور، حتى على مستوى الغذاء والنوم والاكل وكل هاي الامور لازم لها رعايه وعنايه. هذا كان اخر تعليق بخصوص موضوعنا الثالث اليوم، موضوع تاهل منتخبنا الى نهائي بطوله كاس اسيا الشباب. مشاهدي الكرام، انتهت فقره فيس تو فيس، فاصل قصير، فقره ترند يوتيوب، خليكم ويانا لا حد يروح بعيد. حياكم الله من جديد مشاهدي الكرام، اهلا ومرحبا بكم في فقره ترند تيوب. الفيديو الاول اشوفه انا فقط بالمسلسلات او الافلام، يعني فقط اشوفه هيجي، او يعني لو بالسجن يصير، لو بالشوارع يعني هيجي يشردوني، يشوفون مختله يتجمعون مجموعه ويراهنون من يفوز، من بالمضارب زين، من يفوز ويتراهنون. بس هذا الفيديو اللي راح اشوفوه هنا ببغداد بمدرسه بمنطقة الدورة اسمها مدرسة الآخاء، خلينا نشوف الفيديو. يعني هسه احنا مراهنا بالكنترول، الشباب راه مصطفى يقول ابو الابيض سبع، يقول ابو الابيض هذا سبع. هذا الفيديو من مدرسة وين؟ ببغداد زين، بالدورة بشارع 60 مدرسة الآخاء زين. بالمناسبة يعني انا قبل لا احكي واقول نطالب وزارة لا، الوزير تشكل لجنة تحقيقية بخصوص هذا الموضوع. بس معقولة؟ معقولة ماكو مدرس فات وشاف؟ ماكو معاون فات وشاف؟ ماكو مدير؟ ماكو حارس؟ ماكو فراش؟ معقولة ابو الحانوت ما شاف؟ ما حد شاف هاي الوضعية؟ وهذا الطالب نازع القميص ويتعارك وذول الطلاب الباقين يصفقون وهذا ويشجعون بهم زين؟ المشكلة ذول اللي جاي يتعاركون، شوف يعني أكبر من ذول اللي الباقين، يعني ما أعرف ذول بالمتوسطة وذول بالابتدائية، ذول بالإعدادية وذول بالمتوسطة، راسبين جاي بيهم من برا ما حد يعرف زين؟
مرانين عليهم، جايبيهم من سوق بلي، ما حد يعرف. شوف طلع لك عمي هسه عوف التحقيق راح ينفتح، ما فات معقوله ما فات مدرس وشاف معاون. هسه لو خارج المدرسه بالشارع نقول المدرسه ما تسال، يسالون فقط على التربيه والتعليم، تربيه قبل التعليم، نقول نسالهم على بس هاي بالمدرسه، بالمدرسه داخل المدرسه مسوي لهم حلبه وجايين وطب ما طب. عمي اقرا على الدنيا السلام لو شنو. طبعا وزير التربيه وجه معالي وزير التربيه بفتح لجنه تحقيق بخصوص هذا الموضوع، وان شاء الله المقصرين سواء كان مدير معاون مدير تربيه لازم يتحاسب على الاهمال الموجود بمدرسته. بس انا اريد اقول شغله، اهالي الطلاب هسه عفك من الوزير من المدير من اهالي الطلاب بشرفكم، هسه هذا الفيديو واضح زين وجاي تشوفون انتوا ابنائكم تعرفوهم، بشرفكم من تشوفون هذا الفيديو ايش راح تسوون؟ هسه احنا عوفنا بالله المدير المعاون الوزير عوفنا، انتوا هسه انا ذات ابني او اخوي الصغير اشوفه بهذا الفيديو، معقوله ما احكي وياه؟ ما اعاقبه؟ ما اقول له هذا الشيء غلط؟ من يجيني ابني متترب وكاتله التراب والوسخ هيك اريد اقولها جلكم الله، ما اساله ابني انت وين كنت؟ انت رحت مبدل ونظيف ورجعت لي هيجي؟ من اشوفه متعور؟ ما اساله، ما اجي اراجع وراه، يا ابني ليش تعور بالمدرسه لو خارج المدرسه؟ انتوا اهالي الطلاب ترى انتوا هم تسالون عن هذا الموضوع، وهذا منظر انا لله وانا اليه راجعون. خلينا نشوف التعليقات، احنا بس نطالب بالناس وبالمدير وهذا، بس ما نطالب اهالي الطلاب مع الاسف. وزاره التربيه تقول وزير التربيه يتخذ اجراء عاجلا حول حادثه مدرسه الاخاء ويمهل اللجنه التحقيقيه 24 ساعه. اجراء عاجل وسريع اتخذه وزير التربيه دكتور ابراهيم نامس بحق حادثه متوسطه الاخاء متوسط النور اثر حصول مشاجره بين الطلاب، وذلك بعد توجه معالي فور الحادث الى مديريه تربيه الكرخ الثانيه، مشددا على تشكيل لجنه تحقيقيه حول الموضوع واعلامه بالنتائج خلال 24 ساعه من الان. مجيد يقول من أمن العقاب وأساء الأدب، هذا بفضل جهود من خطط لإنهاء التربية والتعليم في البلد، هذه الديمقراطية والحرية التي ينادون بها. عمار يقول الإدارة بجميع الأحوال راح يأكلون عقوبات سواء تدخلوا أو ما تدخلوا. سجاد يقول غير التربية جردت المدرس من صلاحياته، إذا عاقبوا الطلاب صدق يردون الضرب. أما الحسين يقول لا تسألون أين الإدارة وأين الكوادر، اسألوا التربية التي جعلت من المدرس شخص عادي لا علاقة له بشيء سوى أعطاء الحصة والانصراف والسلام عليكم. أما رؤى تقول ما أتوقع يقدرون يتدخلون، أول شيء سبب الإقرارات التربية اللي قصدها من التربية بحق الطالب هاي اولا، ثانيا الاهل راح يتحول هالمجرى منظمات، وكل من يقول انا من جماعه كذا واكو شيء مهم ما حد جاي يلاحظه، ولا احد قدر يذكره انه الطالب بدا يتجاوز على المعلم او معلمه او مدرس او مدرسه، او حالات هواي تصير ومن تنفتح لجان تحقيق انه يكون الحق مع الطالب حتى وان كان طالب او طالبه صاحب السلوك السيء. أنا من رأيي الشخصي العقاب الوحيد اللي يستحقه هي وزارة التربية، لأن قراراتهم ضعيفة وضعفت الكادر التدريسي وضعفت دور كل من المدير وغيرها من الأمور. هذا كان آخر تعليق بخصوص هذا الفيديو اللي انتشر أيضا بصورة كبيرة جدا على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص العركة. الفيديو الجاي أيضا من مدرسة ولكن من أمريكا.
تشوفوا الفيديو وانا اشرح لكم اللي راح يصير شنو. هذا الفيديو منين؟ من امريكا. اللي صار شنو؟ هاي صبورة بالاصل انسحبت صارت غرفة، هاي الغرفة صارت شنو؟ ضد الرصاص. شوف يعني هسه احنا كنا بالفيديو القبله ضايجين، وهذا اللي طلاب يتعاركون بالمدرسة. شوف هذا شنو؟ بسبب الهجمات اللي جاي تصير على المدارس بامريكا، مدارس الاطفال يطبون يرمون على الجهال وعلى المدرسين، وهذا سووا هاي هاي زين هيك سووا هذا. طبعا احنا هم نشوف بافلامهم التنمر والعنصريه وكل هاي الامور على الطالب او على المدرسين موجوده، بس شوف هنا عم احنا نرحم، يمكن احنا طلاب تعارك كويس نعاقبهم. هنا شنو؟ هنا شنو؟ هاي هذا شيء يومي، بحيث سووا هذا ضد الرصاص. هاي الصبوره ترجعها هيك تكتب عليها صبوره عاديه، من يصير هجوم على المدرسه يدخلون الطلاب ويسدون الباب حتى يصير ضد الرصاص ويمنع الطلقات. زين عم انت بس بين متجرين هذا شو اسمه طبوا كتله زين سووها كهربائيه زين بين ما تركبيها زين راح يطبون يدخلون بعد يرمون الطلاب. خلينا نشوف التعليقات شنو كانت حول هذا الفيديو اللي انتشر ايضا من امريكا. يقول لك يا ابي امريكا يعني بلد حالهم امر من حالنا، غير عيش هاي عايشيها. تقول صدق والله فاطمة، والله ما ادري شنو من عيشة. ديما تقول وهو ما يعرف يفتح الباب يعني. داركست دايسر او دايسر اي تقول هو يدخل بنصهم ويا الشاردين ويسويهم تشريب. اذا دخل بنصهم بعد هاي ار 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 اندرسكول 4-7 اسمها ار 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 تقول هاي لحد ما تفتحها كلها ميتة. اخر تعليق من علي يقول السقف الثانوي يبقى مصدر خطر، ممكن يدخل عن طريقه الا اذا المساحة مال الغرفة محصنة من السقف ايضا. السقف الثانوي طبعا يقدر يشيل له وحدة ويدخل من فوقهم زين لو بس يمد السلاح مالته. وهذا هاي يعني هاي مدارس امريكا. عم احنا نعم الله على مدارسنا لعد، نعم الله. مشاهدينا الكرام وصلنا الى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج الوسم، حتى التقيكم في الحلقه القادمه. قلكم في امان الله.